بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من شرح المعيار الشرعي السابع، والذي يتحدث عن الحوالة. وقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن أثر الحوالة في طبيعة العلاقة بين مختلف أطراف الحوالة، واليوم نتحدث عن الأثر الأخير في الحوالة، وهو أثر الموت والإفلاس على الحوالة. ذكرت هنا المعايير الشرعية ثلاثة بنود في هذه المسألة. البند الأول وقولها لا تبطل الحوالة بموت المحيل، بمعنى هنا الحوالة قد تمت وانعقدت، ثم بعد ذلك توفي المحيل. هذا المعنى، لا تبطل الحوالة بموت المحيل ولا بتصفية المواسم، بمعنى سواء كان المحيل شخص عادي يعني إنسان خالد زيد وعمر، أو كان شخص اعتباري مثل مؤسسة. في الحالة الأولى وفاة الشخص، وفي الحالة الثانية طبعا إفلاس وتصفية المؤسسة المالية. فهنا إذا تمت الحوالة ثم توفي المحيل فهنا الحوالة تبقى صحيحة. وبالتالي قالت فيختص المحال، بمعنى الدائن المحال، بالدين الذي بذمة المحالة، بمعنى له اختصاص بالدين وله الحق بمطالبة الدين، بمطالبة حقه في من ذمة المحال عليه، بمعنى الذمة الجديدة، ولا يدخل الدائن في قسمة غرماء المحيل، بمعنى لا يدخل في مجموع الدائنين الذين يتقاسمون تركة المحيل، ولكنه له اختصاص. ماذا له اختصاص بذلك الدين؟ النقطة الثانية التي ذكرتها وهي أنه لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه. هنا كذلك تمت الحوالة بعقد صحيح، ثم ماذا حدث؟ صاحب الدين الذي هو المحال، المحال عليه، الذمة الجديدة، المدين الجديد، توفي. هذا المقصود، لا تبطل بموت الشخص المحال عليه، بمعنى الذمة الجديدة التي انتقل إليها الدين، والمحال من المفروض أن يطالب هذا المحال عليه، هذا المحال عليه توفي، فكذلك لا تبطل الحوالة. أو سواء كانت طبعا شخص عادي يعني شخص توفي، أو مؤسسة مالية تم تصفيتها، وهذه المؤسسة المالية هي المحال عليها، بمعنى المحال عليه سواء كان شخصا فمات، أو المحال عليه سواء كان شركة فأفلست. فالمعايير الشرعية تقول أنه بوفاة المحال عليه، أو سواء كان مؤسسة أو فردا، فإن الحوالة تبقى صحيحة. ثم قالت ويرجع المحال على تركة المحال عليه، بمعنى المحال هنا الدائن يرجع على ماذا؟ يرجع على تركة المحال عليه. طبعا في البند الذي قبله إذا تذكرتم الذي توفي هو المحيل، بمعنى تمت الحوالة والمحيل المدين الأصلي الذي أحال الدين، وبالتالي كذلك الحوالة تبقى صحيحة، والمحال طبعا يطالب المحال عليه لاختصاصه بالدين. أما هنا فالذي توفي هو المدين الجديد وهو المحال عليه، كذلك لا تبطل الحوالة، والمحال هنا يرجع على تركة المحال عليه، لأن المحال عليه توفي، فطبعا فماذا يعمل؟ فيرجع على ماذا؟ تركته، على تركته إن ترك وفاء لدينه. لأنه في الحوالة هذا الذي انتقل هو عبارة عن دين، فيصبح المتوفى المحال يطالب دينه من تركة المتوفى، طبعا إن ترك تركة فإنه يتقاضى دينه من تلك الشركة، أو على كفيل في حالة ما إذا كانت الحوالة مدعمة بكفالة. ففي حالة مثلا وفاة أو عدم تعذر أو عدم تمكن المحال من تحصيل دينه، فيرجع على ما دعا للكفيل. في حالة وجود كفيل وتوفي هنا المحال عليه، فيرجع على ماذا؟ على الكفيل إن وجد كفيلا.
ثم قالت أو على الكفيل المحال عليه إن وجد أو على موجودات تصفية المؤسسة. طبعا في حالة ما إذا كانت مؤسسة وتم تصفيتها فطبعا للمؤسسة موجودات، فطبعا هنا يطالب حقه من موجودات المؤسسة بعد تصفيتها. ثم تقول المعايير الشرعية في نفس البن، أما إذا مات الشخص المحال عليه مفلسا أو صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع للمحيط. طبعا هذا ذكرناها سابقا، في حالة ما إذا توفي المحال عليه مفلسا فطبعا في هذه الحالة المحال يرجع على المحيل عليه، وقد سبق وأن ذكرناها. في حالة ما المحال عليه توفي مفلسا أو المؤسسة المالية المحال عليها كانت مفلسة فطبعا هنا يرجع المحال من المحال عليه ويطالب حقه من المدين الأصلي وهو المحيل. ولكن هنا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن حوالة تمت وعن محال عليه له ملاءة مالية ثم توفي، فهنا المحال يطالب المحال عليه من تركته التي تركها أو من الكفيل إذا وجد كفيلا أو من موجودات الشركة طبعا عند تصفيتها. أما في حال ما كان توفي مفلسا فطبعا يرجع للمحيل. النقطة الثالثة التي ذكرتها المعايير الشرعية هنا وهي قولها لا تبطل الحوالة بموت المحال، يعني في الحالة الأولى موت المحيل بمعنى المدين الأصلي، الحالة الثانية وفاة المحال عليه وهو المدين الجديد الذمة الجديدة، الحالة الثالثة هنا وفاة المحال بمعنى الدائن. وهذه هي الأطراف الثلاثة للحوالة، المحيل والمحال والمحال عليه. في الحالة الأولى وفاة المحيل لا تبطل الحوالة، الحالة الثانية وفاة المحال عليه لا تبطل الوكالة، وفي الحالة الثالثة وفاة المحال وهو الدائن كذلك لا تبطل لا تبطل الحوالة بموت المحال. وطبعا يحل ورثته محله، يعني تمت الحوالة فهذا المحال أراد أن يطالب المحال عليه بالدين فتوفي، فينتقل هذا الحق إلى ورثته، فالورثة يطالبون المحال عليه بهذا الدين. كما لا تبطل كذلك بتصفية المؤسسة المحالة ويحل المصفى محل المؤسسة. طبعا هنا خلاصة القول ما ذكرته المعايير الشرعية أنه في حالة وفاة، طبعا في حالة انعقاد، في حالة انعقاد عقد الحوالة بشروطها الصحيحة وتوفي أحد الأطراف الحوالة سواء المحيل المدين الأصلي أو المحال الدائن أو المحال عليه الذمة الجديدة المدين الجديد، فإن الحوالة تبقى صحيحة وطبعا تتم المطالبة حسب الترتيب الذي شرحناه من قبل، ولا يؤدي وفاة أحد الأطراف الثلاثة إلى فساد وبطلان ماذا الحوالة، ولكن في بعض الأحيان قد ينتقل الحق ماذا إلى الورثة للمطالبة بذلك الحق. آخر نقطة في هذا المعيار وهو انتهاء الحوالة. انتهاء الحوالة طبعا ذكرت المعايير الشرعية تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال، بمعنى إذا أديت الدين إلى المحال بمعنى إلى الدائن طبعا تنتهي الحوالة وانتهى أمر الدين. النقطة الثانية أو بفسخها باتفاق المحيل والمحال، بمعنى تم فسخ عقد الحوالة تنتهي الحوالة بالفسخ بمعنى بفسخ العقد، بمعنى لا تتم ولكن تفسخ. النقطة الأخيرة وهي بإبراء المحال المحال عليه، بمعنى الدائن يبرئ ويسقط حقه من المحال عليه وهو المدين الجديد، فطبعا تنتهي ماذا؟ تنتهي الحوالة. نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله في الحلقات القادمة في مناقشة بعض التطبيقات المعاصرة للحوالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.